فتنصحون المرأة المسلمة بتقصير يومه. المرأة المسلمة تحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى في أداء الصلوات في مواقيتها، وتحافظ على طاعة زوجها بالمعروف الأوقات التي تحتاج إليها زوجها، هذا من الواجبات عليها، أداء حق الله سبحانه وتعالى ثم أداء حق الزوج عليها، وفيما عدا ذلك تقضي الوقت بما هو نافع ومفيد في تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وتربية أولادها وتعليمهم. وكل وقت المرأة المسلمة في الواقع كله مشغول بما هو خير ومفيد من أداء الفرائض في مواقيتها وطاعة زوجها في الحالات التي تحتاجها فيها، وفي تربية أولادها وفي ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن صلاة النافلة، وكل وقت المرأة المسلمة مشغول بالخير. جزاكم الله خيرا. السؤال أيضا من الرجل، كيف يكون تقسيم اليوم؟ وكذلك الرجل يجب عليه أولا أداء الفرائض في مواقيتها، يجب عليه أن يؤدي الفرائض في مواقيتها، ويجب عليه كذلك أن يقوم بما يحتاجه أهله من زوجته وأولاده مما هو من مسؤوليته، لأن يقوم بهذا العمل على خير وجه من تربيتهم وتعليمهم وتأمين الحوائج التي يحتاجونها في مصالحهم، ثم أيضا طلب الرزق، وعليه أن يطلب الرزق لنفسه ولأولاده إما بعمل وظيفي أو بعمل تجاري أو غير ذلك، ويطلب الرزق. وطلب الرزق إذا كان مع نية صالحة يكون من العبادة، يكون من العبادة. قد عد النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الزوجة من العبادة ومن الصدقة، عده من الصدقة إذا كان بنية صالحة، وإذا كان عنده زيادة وقت فإنه يسأله بذكر الله عز وجل من تسبيح وتهليل وتلاوة القرآن وصلاة النوافل وغير ذلك، ويجعل لنفسه أيضا قسطا من الراحة لأجل أن يستعين بذلك على مهام دينه ودنياه، وكذلك يجعل وقتا لمن يزوره من إخوانه، لأن للزائر حقا على المزور أيضا، يقسم وقته على هذا الفرائض لحاجة أهل بيته لاستقبال زواره وطلب الرزق وطلب الكسب لراحة نفسه بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك أي من يزوره عليك حقا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا.